مرحب بحضراتكم من جديد، واحنا بنتكلم عن التغذيه الصحيه ومشاكل التغذيه. دايما دماغنا بتروح وتفكيرنا بيروح على طول للسمنه، وازاي ان احنا نقدر نفقد الوزن، ودايما بيبقى يعني دي المشكله الاكبر بالنسبه لنا. لكن الحقيقه ان في فئه تانية بتعاني مع مشكلات الغذائيه وعلاجها، هم الاشخاص اللي بتعاني من النحافه المفرطه او نقص الوزن المرضي. الحقيقه انه النحافه هي مشكله بيدخل فيها عوامل كتير جدا، منها مرضي وبعضها نفسي. خلينا نتعرف على النحافه، اسبابها، كيفيه علاجها، من دكتوره مروه نوح استشاري التغذيه العلاجيه. دكتور مروه منورانا. صباح الفل، ده نورك يا جمانه. ازيك؟ يعني انا بالنسبه لي بصراحه من الفئه الاولانيه، اول ما بفكر في التغذيه العلاجيه الدايت، ازاي اقدر اخس واخس بسرعه، يعني دايما دي مشكلتي. بس فعلا في فئه تانية، يمكن انا عندي اصدقاء ليا بيعانوا فعلا من النحافه، وبتبقى مشكله بتؤرقهم جدا، يمكن اكتر من الناس اللي بتبقى عايزه تخسر وزن. دي حقيقه. تملي بقول لهم لما بيجي حد العياده عايز يزيد في الوزن نحافه، اصعب من اللي عايز يخس. زي ما انت بتقولي انا ممكن اخس بسرعه، صحيح، باسلوب صح او مش صح، يعني دي قصه تانية، بس تتعمل يعني بالظبط. لكن النحافه بتبقى تملي مشكلتها اكبر شويه، ومبسوطه ان احنا بنتكلم عليها، لان فعلا اي دكتور تغذيه طالع في اي حته الناس منتظره نتكلم على السعرات وازاي اخس وازاي اخس بسرعه ورجيم الثلاث ايام والحاجات دي. مشكله النحافه مشكله خطيره جدا، واحنا برضو هي سوء تغذيه زي السمنه، هي سوء تغذيه برضو. ليه عوامل كتير قوي زي ما انت قلتي. طبعا هنسيبنا من الجينات دلوقتي ان هي بيبقى حرق عالي، بس انا باكل طبيعي. خلينا في الاسباب المرضيه. هي ممكن تحصل باسباب مرضيه، منها مثلا زي اللي عنده فرط في الغده الدرقيه، دي ممكن تعمل نحافه او سوء تغذيه، ما بياكلوش كويس. اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي زي السيليك ديزيز، الارستف، حاجات اسمها الريتبل باول ديزيزز، او امراض بتبقى في الجهاز الهضمي مناعيه، فدي بتخلي في امساك، اسهال، احساس بالغثيان، كل الحاجات دي بتخليهم ما ياكلوش كويس. تبقى ساعات كتير حساسيه من الطعام، يعني زي من القمح مثلا، جلوتين، بيبقى فيه مثلا عامل مشكله اسمها سيليك ديزيز، دي برضو من الامراض اللي بتخليك كل ما ياكل حاجه اتعب فبيخافوا من الاكل. في ادويه ممكن تؤدي لكده زي الانتي بايوتكس، زي اللي بياخدوا كيموثيرابي او كيماوي، دي برضو بتبقى بتخلي المعده مش مظبوطه قوي فبتخليهم مش عارفين ياكلوا. السكر النوع الاول برضو الناس بتخس فيه لو تلاحظي. ففي عندنا اسباب مرضيه كتير بتؤدي لايه النحافه. بتؤدي برضو لحاجات كتير قوي، منها نمره واحد نقص الفيتامينات والمعادن. نقص الفيتامينات والمعادن بيعمل لنا مشاكل صحيه في كل حاجه في جسمنا، منها ان احنا مناعتنا بتقل، فتلاقي على طول وزنه مش مظبوط. يعني لسه جاي لي شاب في العياده صغير في السن، خاسس 60 كيلو وداخل شكله زي الفل، يعني هو جسمه مظبوط ما عندوش نحافه، بس جاي بيشتكي. انا مستغربه هو داخل يعني عايز يخس ولا عايز يتخن، بيشتكي بس ان هو تعبان على طول، ان هو بيعي على طول، فده عنده سوء تغذيه. ليه؟ في دراسه يابانيه اتعملت بين الناس اللي خست علشان هي طبيعتها ما بتاكلش زي ما قلتي جينات، والناس اللي خست عشان بتعمل انظمه رجيم غلط. لقوا ان اللي بيخسوا علشان او اللي وزنهم قليل بس اكلهم طبيعي، يعني دي جينات، ما عندهمش المشاكل الغذائيه، رغم انهم لو حطيناهم في كلاسيفيكيشن هيطلعوا اندر ويت او عندهم نحافه، ما عندهمش المشاكل الصحية اللي عندهم الناس اللي بتخس بصورة مش صحيحة. فدي برضو الناس تاخد بالها منها. كمان من الأسباب اللي ممكن تقدمنا للنحافة الـ eating disorders، ودي بتبقى عادة حالات نفسية أكتر، يعني بنحتاج فيها طبيب تغذية بنحتاج فيها طبيب نفسي. ويمكن الأميرة ديانا كانت المشكلة بتاعت البوليميا دي. عندنا حاجتين منتشرين جدا دلوقتي، البوليميا والأنوراكسيا نيرفوزا. تخضوش من الكلام، يعني انوركسيا نيرفوزا يعني فقدان الشهيه العصبي، ودي بتبقى غالبا بتيجي عند البنات، دي مع التعرض لاي توتر او قلق بيفقدوا الشهيه للاكل. لا، ما بتبقاش كده بقى، بتبقى تحت ضغوط عصبيه معينه، غالبا بيبقى ليها يعني اسباب نفسيه. البنت او الست، هي بتحسب في الستات اكتر، بتشوف نفسها في المرايه تخينه جدا مهما خست، فبتخاف من الاكل فبتبتدي ما تاكلش خالص، وكل ما يشوفها يقول لها الناس انت خاسه قوي، تبص في المرايه تحس انها تخينه قوي. فدي بتحتاج علاج نفسي مع التغذيه الاثنين. والحكايه دي خطيره جدا، ان ساعات كتير منهم ما بيستجيبوش، فبنضطر ندخلهم المستشفيات يعلقوا محاليل، لانهم بيقعوا يعني بيوصلوا ل 30 كيلو. دي اللي كانت عند الاميره ده، انا بقى البوليميا نهم الطعام، دي بتيجي برضو من ضغوط نفسيه وبتبقى حاله نفسيه وبرضو محتاجه طبيب نفسي. دي بتخليكي تاكلي كتير قوي، بيحصل لك بنجنج، اكل 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 اكل، بعدين
بعديها على طول تأنيب ضمير، نبتدي نرجع، نبتدي نعمل رياضه مميته، نبتدي ناخد ملاينات علشان الجلد فيلينج او احساس ان انا برضو دليلة كان عندها بوليميا مؤخرا. فبتيجي للمشاهير شويه، انا بقول يمكن من الضغوط النفسيه، وبتيجي لناس كتير غالبا الستات برضو بتبقى اسبابها يعني الاندرلاينج بتبقى اسباب نفسيه. يعني هي ممكن نقول ايتنج ديس اوردر بس مرض نفسي فمحتاج العلاجين. فلازم ناخد بالنا قوي، بالذات الامهات في البيت تاخد بالها من بناتها، لان البريشرز السوشيال ميديا والممثلين واصحابي الرفيعين، وفي بنات بيبقوا غصب عنهم في سن اللي هم البلوغ بيبتدوا جسمهم يتخن او يتغير. فبيتخضوا. في منهم بيلوزت خالص وبيبتدوا ياكلوا كتير قوي ويبيعوا القضيه، في منهم بيجي لهم حاله نفسيه من التنمر طبعا، فبيبتدوا يخافوا من الاكل، فبتحصل لهم بطريقه مبالغ فيها فبياكلوش خالص، فبالتالي بيبتدوا يفقدوا وزن ويخشوا بقى في مشاكل شعري بيقع زي ما قلت لك بعيا على طول. وكمان النحافه بتقلل من لو حد عمل عمليه لا قدر الله زايده اي حاجه، الريكفري من العمليه بيقل لان الجسم مش قادر على الهيلينج بتاع العمليه. فكل دي اسباب مهمه جدا جدا لازم ناخد بالنا منها، لان الرفع ان انا اكون مظبوط مش حكايه رفع وخلاص، لان في عندنا مقياس طبعا. انا في اندر ويت، يعني في بنات كتير جدا بتيجي العيادات انا عايزه اخس، لا لا تعالي هنشوف على الشارت انت فين، البادي ماس اندكس مؤشر كتله الجسم فين، انت خلاص يعني في اخر النورمال، لو خسينا 2 كيلو دخلنا في النحافه فده مش صحي، لان احنا زي ما قلنا النحافه از مال نيوتريشن او سوء تغذيه. فمش الصح ان برضو ابقى اكسسفلي او خاسس قوي 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 عشان انا حابب ان انا ابقى زي كذا. الصح الناس بتحب شكلها وهي جسمها رفيع جدا، بس برضه ابقى في الطبيعي. عشان كده تملي بقول نركز لو عندنا بنات، لان بتيجي اغلب طبعا الوقت في الشابات يعني او حتى للستات، نستشير بس حد لو حسيت اني رفيعه قوي مش طبيعي، وحسيت بالاعراض اللي قلت عليها، شعري بيقع غير العادي، بعيا كتير قوي، بيحصل كمان ودي بتبقى حاجه باينه جدا جدا بتتلاحظ، الدوره الشهريه بتنقطع، لان هي عباره عن هرمونات وانا ما باخدش النيوترينتس او الاكل اللي بيشيله هرمونات جسمي بصوره طبيعيه، وبتعمل مشاكل انجابيه كمان. فمشاكلها كتير الحقيقه، فلازم ناخد بالنا من في النقطه دي. يا دكتور ممكن حد يقول انا بحب شكلي وهو رفيع جدا وهعوض التغذيه بان انا اخد فيتامينز، يعني انا مش هاكل، مش هاخد الفيتامينز اللي جسمي محتاجها او النيوترينتس اللي جسمي محتاجها من الاكل، هاخدها من فيتامينز. صح، دي بتتقال كتير قوي، بس هو الفيتامين اسمه ايه؟ اي فيتامينات، مكمل غذائي. بس كده مكمل غذائي بيكمل الاكل، مش هو الاكل. يعني لو ما اكلتش خالص وباخد كل الفيتامينات اللي في الدنيا، كالسيوم ومالتي فيتامينز وحديد وكده، هل جسمي هيبقى صحي؟ لا طبعا طبعا. حتى امتصاص الحديد مثلا او الفيتامينات من الاكل الطبيعي سبحان الله غير من السبلمنتس. يعني تلاقي مثلا احنا مثلا نقول لك ما تاخديش مثلا كالسيوم مع حديد بيمنعوا امتصاص بعض، لكن احنا لو كلنا مثلا حاجه فيها كالسيوم وحديد من الاكل العادي، نفس مثلا فلفله مثلا فيها كالسيوم وحديد هيمتصوا عادي. فتملي امتصاص الاكل الفيتامينز والمواد النيوترينز من الاكل الطبيعي غير خالص من السبلمنتس، تملي الطبيعي غير الصناعي طبعا اكيد. طيب ماشي، دلوقتي حد بيتفرج علينا وبنت بتعاني من النحافه، طبعا بنشوف بقى وصفات على السوشيال ميديا رهيبه ومرعبه، يعني مرعبه فعلا. انا ساعات بستغرب احنا التركيبه دي مين قاعد فكر عملها. عبقري الحقيقه. ده زي بالظبط التركيبات بتاعت ان احنا افقدي الكرش وكبري ايه بالمشاريب. طبعا كلام لا معروف، الليمون يعني هو الليمون، ليمون والجنزبيل على قرفه على اي حاجه سبايسي هينسف الكرش. بالظبط كده. طب ايه بقى خلينا نقول الروشتة الصح لحد عايز يزيد وزنه شويه؟ طيب مبدئيا كده بدأت زبيت تملي على طول بحارب معاك القصه دي، ان الادويه لان في ناس كتيره جدا 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 بياخدوا كورتيزون مثلا، عشان في دكاتره بتدي كده او البنات من نفسهم عشان ينفش فوشها يرد. لا معقوله؟ لا طبعا دي معروفه جدا 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 في النحافه. فتملي بنحط يعني ليه تخيلي تخيلي ان احنا في العادي ما بنروح لدكتور يدينا كورتيزون بنبقى خايفين ناخده هو علاج، كتير جدا من الدكاتره انا بقول ما عندهاش ضمير طبعاً بتدي كورتيزون عشان الناس تدخل. لغايه دلوقتي ما فيش دواء يفتح الشهيه، يعني ريسنتلي بقى في ميديسنز او ادويه
تسد الشهيه ابروفد ادويه طبيه قليله زي ما قلنا وتحت استشاره طبيب، محدش من الانترنت، محدش صاحبتي بتاخد اخد. في النحافه مفيش لغايه دلوقتي كان في ادويه واتسحبت لانها طلعت ليها اضرار على المخ وعلى اعضاء كتيره في الجسم. فمبدئيا كده باكد ان مفيش ادويه بتفتح النفس، بتفتح الشهيه. في واحنا اطفال انا فاكره كان في فواتح شهيه وحاجات، كان في واتسحبت كلها عشان طلع ليها اضرار. فكلها دلوقتي اتسحبت. ده انا ما كنت الحقيقه يعني الادويه دي كنت عايش عليها وانا صغيره. دي فعلا كانت موجوده فعلا من سنين. وزي ما بنقول الطب تملي متقدمه، بيلاقوا دواء مش كده اسمه دواء طبي، لان هم بيبحثوا في الاعراض طبعا وبيشوفوا السايد افكت ما بينزل لشريحه كبيره من الناس. فوانس لقوا انه له اعراض ممكن تهدد الصحه بيتسحب، فهو له اعراض بتهدد الصحه، فما فيش دواء بيفتح النفس. دي معلومه مهمه جدا الناس لازم تعرفها. لازم نبتدي بالاكل. اللي مش عايز يروح لطبيب، في ناس بتحب تبقى متابعه علشان تبقى ماشيه على نهج صح فتزيد بصوره صحيه، وفي ناس ممكن تعملها في البيت سهله جدا. بس برضو التنويه المهم جدا اللي عايزه اقوله للناس، مش معنى ان انا عايزه اتخن ان انا اكل اكل غلط، لاني برضو بضر جسمي طبعاً. برضو بقلل مناعتي وهزيد في الكتله الدهنيه ومش هزيد في الكتله العضليه. المهم جدا من الناس اللي عندها نحافه بننصحهم على طول انهم يزودوا كمان الكتله العضليه، ودي بتمارين المقاومه، يعني مش جري مثلا، تمارين حتى في البيت يعني اذا استم ميه كده تقال ممكن نعمل بيهم حاجات زي البوش ابس، يعني ممكن تمارين في البيت، تمارين مقاومه تطلع من على اليوتيوب، مفيش اي مشكله، مش لازم نكلف نفسنا نروح جيم، حتى الستات او البنات اللي ما عندهمش وقت. فالرياضه مهم جدا، الرياضه كتزويد كتله عضليه اكتر من حرق. وان احنا نبتدي بسمول فريكوينت ميلز، يعني ايه؟ وجبات صغيره متعدده، يعني نبتدي نقسم وجباتنا كل ساعتين ثلاثه لازم ناخد حاجه، حاجه صحيه، يعني مش هنمنعهم انهم ياكلوا الاكل الغلط، بس زي ما قلنا القاعده في الدايت 80 20 باكل 80% صح و20 ممكن اكل حاجات غلط. في النحافه نفس القصه 80 20 برضو، لان احنا بنتكلم على الصحه ما نتكلمش على الوزن دلوقتي، فدي صحيح. مهمه جدا. فمش هاكل بطاطس محمره، مش هاكل جانك فود، مش هاكل الحاجات اللي هي المعلبه، الحاجات اللي هي البسكوتات والحاجات اللي مليانه دهون، هتزودني دهون مش صحيه فهتضر جسمي، هتعلي الكوليسترول، هتعمل لي كبد دهني، فهتعمل لي مشاكل تانية كتيره جدا. فلازم نركز على الاكل الصحي، سمول فريكوينت ميلز، ازود وجباتي بالتدريج، باكل 6 معالق رز يبتدوا يبقوا 8 يبتدوا يبقوا 10، اقسمهم اسبوع 10 ايام، وابتدي ازود الكالوريز الصحيه في الوجبه، يعني عامل سلطه بحط زيت مثلا. احط زيت، شويه سوداني، شويه اي مكسرات عندي، شويه زبيب، شويه فواكه مجففه، اقطع تفاحه على السلطه، اقطع اي فاكهه عندي، احط جبنه كده، نفس طبق السلطه اللي حجمه قد كده، ده مثلا كان يديني 150 سعر ممكن يديني 300 سعر. وبحاجات صحيه، دهون صحيه والياف وفيتامينات ومعادن. وممكن جدا كمان نعمل تملي اللي عندهم نحافه بيبقوا مش قادرين ياكلوا، بس الشرب اسهل. فالشيكس او المشاريب، مبدئيا هنبدل القهوه والشاي كتير لانهم بيسدوا النفس وبيزودوا الحرق. والصودا اللي هي المياه الغازيه بعصاير، وعصاير طبيعيه مش المحفوظه، لان المحفوظه ميه بسكر بس، فانا ما استفدتش حاجه. ومواد حافظه وحاجات كده. فعصاير طبيعيه، كوكتيلات نحط فيها عسل مثلا، شوفان، افوكادو، الحاجات اللي ممكن تديني طاقة أكبر بنفس الكمية فما تتعبنيش. أخلط موز بلبن كامل الدسم بشوية عسل بمعلقتين شوفان أو معلقتين مثلا زبدة فول سوداني، أو أضرب مكسرات معاهم، حبة سوداني عندي، حبة زبيب، بيطلع كوكتيل طعمه تحفة. والشرب أسهل، يعني لو بنتي أو ابني أو حتى ست أو راجل وشربنا بتبقى الموضوع أسهل كتير. فالشيكس أو الميل ريبليسمنت أو السبلمنتس زي ما انت بتقول، المكمل، المكمل الغذائي في صوره وجبه بتحل كمان في الوجبات الصغيره المتعدده. فدي كمان مهم جدا، نبعد عن شرب الميه وقت الاكل او قبل الاكل على طول. احنا تاني بنقول كده للناس اللي عايزه تخس، اشربوا ميه قبل الاكل على طول. فاللي عايز يزيد في الوزن يشرب شويه بعيد عن الوجبات عشان ما يملاش بطنه. فهنركز في الرياضه، هنبعد عن الادويه تماما، هناخد بدائل غذائيه في صوره شيكس او كوكتيلات صحيه، هنقسم وجباتنا ونبتدي نزوده بالتدريج. لو عملنا الستبس دي زي ما قلنا، زياده الوزن بتاخد وقت اكتر شويه، فتح النفس بياخد وقت اكتر، لكن سد النفس اسبوع اسبوعين، نفسي بتتسد لما انسى الاكل الغلط. والله يا دكتور محدش بينسى الاكل، محدش بينسى. لا في والله، يعني في النحافه بينسوا ولا صح، بس يعني يعني بشكل عام زي ما كنا بنتكلم انه ولا السمنه صح ولا النحافه كمان المفرطه صح يعني صح. برضو في نفس الوقت من ضمن الخلطات او
الحاجات الموجودة على الانترنت اللي ليها علاقة بالنحافة بتعالج النحافة، انا ما اعرفش بس هي حاجة طبيعية يعني، ما اعتقدش ان هي مؤذية. المفتقة، المفتقة لسه كنت هقول لك عليها، لعلمك انا الحاجات دي ما عنديش فيها مشكلة. الحاجات القديمة بتاعت جدودنا دي ما فيهاش مشكلة خالص، بالعكس صحية جدا، مواد طبيعية ما فيهاش اي حاجة صناعية، فما عنديش فيها مشكلة خالص. اي طول ما هي حاجات طبيعيه ما فيش مشكله خالص يعني، حتى يعني بالنسبه للسمنه احنا بنقول ايه، لما انا وانت بنقول ليمون وجنزبيل وكده، هم حاجات مفيده جدا بس مش هتنسف الكرش. مش يعني هي بتضحك على الناس انها هتنسف الكرش، هي مش تنسف الكرش بس هي صحيه يعني هتفيد جسمي. بالنسبه للنحافه الحاجات دي، حتى المغات على فكره، ايوه صح، المغات من الحاجات اللي طعمها حلو، غنيه جدا بالسعرات الحراريه. مش كده احنا بيدوها للوالده علشان المفروض انها تديها طاقه تاني، صحيح بتخنها بس دي قصه تانيه، بس طبيعيه وفيها سمنه طبيعي يعني على وصفه جدودنا، وفيها مكسرات وفيها نشويات صحيه فمفيش مشكله. عايزه كمان اول حاجه يا جمانة، عشان تملي اللي عايز يتخن بيبعد عن الاكل الصحي عشان بيخسس. يعني انا مش هاكل عيش بني ده بيخسس، ده بتاع الرجيم. انا مش هاكل فاكهه وخضار، السلطه دي بتاعه الرجيم، الفاكهه دي بتاعه الرجيم، انا هاكل شوكولاته بدلها. غلط خالص. الناس اللي الاكل ده اكل صحي بيحسن الصحه، مش حكايه الباترن تختلف النمط بتاع الاكل كده. ازاي باكل؟ هاكل عيش بلدي وهاكل عيش كامل الحبه لانه فوائده الغذائيه اكبر، واحنا بنديه للي عايز يخس عشان فوائده الغذائيه اكبر برضه، لان زي ما قلنا السمنه والنحافه از مال نيوتريشن، الاثنين سوق تغذيه. فاحنا بنحسن، هي فكره الحبه الكامله ان فيها فيتامينات ومعادن والياف، كل دي بتساعد ان الجسم يبقى صحته احسن. ما الجسم صحته احسن، الحرق بتاعه بيتظبط، البرين فانكشنز او الكوجنيتيف فانكشن، وظائف المخ بتتظبط، التركيز طبعا، الحركه، مقاومه العيا، المناعه، كل الحاجات دي بتتظبط بالاكل الصح. فالنيوترينز الصح، الفاكهه مش اللي عايزين يخسوا ولا اللي عايزين يتخن، للناس اللي عايزه صحتها تبقى كويسه. مضادات اكسده، احنا دلوقتي في امراض كتيره جدا 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 زي الكانسر مثلا، كتر جدا ليه؟ ما ناخدش اكل صح. يعني سيبك من العوامل الخارجيه اللي غصب عننا، البوليوشن دي عوامل غصب عننا، اكلنا الغلط بيزود من محاربه الجسم او ان الخليه يحصل لها ميوتيشن او يحصل لها خلل. صحيح، يمكن حتى لو حد بيقول انا ما باكلش بره بس باكل في البيت، ما هو حتى يمكن الحاجات اللي بنستخدمها في البيت في منها حاجات غلط. التحمير لوحده كارسينوجينك، التحمير بس. فمش معنى ان انا حد جاي لي نحافه اقول له حمر بطاطس وحمر بانيه طول النهار، غلط، لان نفس عمليه التحمير دي الاكريمالايدز اللي بتطلع من الزيت الحامي والنشويات اللي موجوده في البانيه او البطاطس دي كارسينوجينك مثلا. حاجه بسيطه جدا متعودين عليها. في دلوقتي طرق كتيره جدا، ممكن احط البطاطس عليه زيت زيتون واعشاب لذيذه وادخله الفرن، صح، وازود زيت الزيتون، هيديني نفس فكره نشويات ودهون، صح، بس بقت صحيه. صح يا دكتور مروه، عشان خلاص للاسف وقتنا بيخلص، النحافه بتؤثر على الحمل والانجاب؟ طبعا النحافه بتؤثر على الحمل والانجاب بصوره مباشره، ودكاترة النساء بتبعت على طول الناس اللي عندها نحافة لدكاترة التغذية يظبطوا أكله. يعني زي ما دكتور مروة كانت بتتكلم، سواء السمنة أو النحافة هي سوء تغذية، مش مهم ابدا شكل الجسم اللي احنا بنحلم بيه، لان ممكن الشكل اللي احنا بنحلم بيه ما يكونش مناسب لطبيعه جسمنا، لكن المهم ان احنا نكون اصحاء، شكلنا لطيف وراضيين عنه ونكون رياضيين واصحاء، ده المهم. بشكرك طبعا، شكرا جزيلا دكتور مروه نوح استشاري التغذيه العلاجيه، نورتينا. ميرسي، ده نورك.